قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري لمن هذا يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح.